اختتمت اليوم الأربعاء الدورة التحكيمية الدولية للعبة كرة القدم المصغرة في العاصمة أربيل، وشارك فيها 35 حكماً والتي استمرت مدة 5 أيام. الدورة كانت تحت إشراف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة الدكتور محمد الدوسري، وبرعاية المديرية العامة للرياضة في إقليم كردستان. اليوم حقيقة يعني نشهد ختام الدورة، وأنا سعيد جدا بتواجدي في إقليم كردستان في مدينة أربيل الجميلة. أشكر جميع المساهمين في نجاح هذه الدورة، وأيضا أشكر أخي مدير عام الرياضة الأستاذ سردار إسماعيل على كل ما يقدمه من أجل هذه المدينة الجميلة، وأيضا على الدعم الكبير الذي وجدناه من سعادة محافظ أربيل وأيضا وكيل وزارة الثقافة وجميع المسؤولين في هذه المدينة التي غمرتنا بكل ما تعنيه الكلمة، ومهما وصفنا لا نستطيع أن نوفيها حقها. مدينة تمتلك كل مقومات النجاح، بإذن الله ستكون وجهتنا القادمة في بطولات وأحداث عالمية دولية في أربيل إن شاء الله في إقليم كردستان. إقليم مميز جدا، موقعه الاستراتيجي، جماليته بأهله، جماليته بفرحتهم من أجل النجاح في الرياضة والتتويج في الرياضة، وبإذن الله يكون لنا لقاء قادم في هذه المدينة ونلتقي قريبا. أود أن أشكر جميع الشعب العراقي، أود أن أشكر رئيس الاتحادية الدولية، أود أن أشكر الكابتن حاتم، وأود أن أشكر كل الإطارات التي ساهمت في نجاح هذه الدورة، كذلك الأساتذة، شكرا على المجهودات المبذولة.